موجز الأخبار من غرفة تحرير هبة بخس. مشاهدينا أهلا بكم. وفاة المواطن الأجنبي الذي تعرض لطعنة داخل ضريح مولاي إدريس. توفي المواطن الأجنبي المقيم بالمغرب والمعتنق للإسلام يوم أمس الخميس متأثرا بجروحه الناجمة عن تعرضه لاعتداء همجي من قبل مختل عقلي بداخل الضريح مولاي إدريس بفاس. وأفاد مصدر مطلع عليه ببخاس أن الهالك الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس كان قد نقل إليه مباشرة بعد تعرضه لطعنات بالسلاح الأبيض على مستوى الرقبة والعنق. زيادة 3 دراهم في تسعيرة الحمامات تغضب المواطنين. بعد قرار إغلاق الحمامات في المغرب لمدة 3 أيام في الأسبوع تفاجأ المواطنون صباح أمس الخميس إقرار زيادة جديدة في تسعيرة الحمامات 3 دراهم، ويرجح أن هذه الزيادة تم فرضها على المواطن دون استشارة الهيئات المهنية في هذا القطاع الذي لم تجتمع أو تتفق على الزيادة. طنجة العثور على طبيب أسنان سابق جثة هامدة داخل شقته. عثر أول أمس الأربعاء على طبيب أسنان سابق جثة هامدة داخل شقته بمدينة طنجة، وبحسب مصادر فالأمر يتعلق بشخص في عقدها الثامن طبيب أسنان سابق، حيث تم اكتشاف جثته من قبل ابنته التي قامت بزيارته بعد انقطاع الاتصال به لتعثر عليه جثة هامدة داخل الشقة التي كان يقيم بها. نهاية الموجز، مشاهدينا إلى اللقاء.